ليلة القدر ستكون إن شاء الله ليلة الثلاثاء، يعني يوم يوم الاثنين الموافق 26 رمضان، وليلة الثلاثاء هي ليلة 27 من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا له ذاكرين شاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه الليلة العظيمة ليلة شرفها الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن، فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها. أما بالنسبة ليوم العيد، بالنسبة لهذه السنة سوف يستوفي رمضان 30 يوما، نظرا لأن الحدود التي حددها علماؤنا ضئيلة، ولم يتوفر يعني كل الحدود منحطة. ما معنى الحدود التي حددها العلماء؟ عمر الهلال، وعمر الهلال تقريبا يساوي 14 ساعة، و14 ساعة بالنسبة للرؤية بتلسكوب عسيرة، يعني لم تكن يعني ممكنة حتى بالتلسكوب. فالرؤية بالتلسكوب عسيرة ومستحيلة نظرا لقلة عمر الهلال. وقلنا عمر الهلال لا بد أن يكون مثلا 17 ساعة فما فوق، أنت يعني يكون الاقتران، الفرق بين ولادة الهلال وتحري الهلال 17 ساعة. أما الرؤية حيث تكون يعني ممكنة وراجحة فلا بد أن يكون العمر 24 ساعة، ونحن نجد في الحسابات أن عمر الهلال تقريبا 14 ساعة ودقائق. وبالتالي فالرؤية يعني يوم الخميس الموافق ل 29 من شهر رمضان مستحيلة. والذين مثلا سيفطرون يوم الجمعة، هذا الإفطار ليس بالرؤية، بالرؤية الشرعية التي الرؤية الشرعية يعني أن الرؤية تكون مجردة وعارية غير مزودة، لا بتلسكوب ولا بمنظار ولا بشيء. وهذا هو اليسر، وهذا هو المعيار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكمل العدة 30. وبالتالي فقوس المكت، ما معنى قوس المكت؟ أن يغيب القمر، أن تغيب الشمس ويبقى القمر في الأفق مدة معينة. والمدة التي حددها العلماء تقريبا 48 دقيقة، أن تغيب الشمس ويبقى القمر في الأفق 48 ساعة، هنا نقول الرؤية ممكنة. وقوس النور حدده العلماء بعشر درجات، وقوس الرؤية لأن العلامة محمد بن محمد بن إبراهيم العالمي رحمه الله شيخ المؤقتين وشيخ المعدلين وشيخ المغاربة بل والمشارقة حتى، قال فحد قوس رؤية الهلال ثمن أدراج بلا إشكال. فحد قوس رؤية الهلال ثمن أدراج بلا إشكال، وحد قوس مكته 12. قوس المكت، ما معنى قوس المكت؟ يعني تلك الزاوية أن تغيب الشمس ويبقى القمر في الأفق، حد قوس 48 دقيقة، حد قوس المكت 12 درجة. ونحن نعلم أن الدرجة تساوي 4 دقائق، وهذا 12 مضروبة في 4 تساوي 8 أو 48 دقيقة، يعني 48 دقيقة. فحد قوس المكت 12 وعشرة للنور، قوس النور ويسمى بالاستطالة، قوس النور 10 درجات، ينبغي أن يساوي 10 درجات، وعشرة درجات تساوي 40 دقيقة، أن دقائق النور ينبغي أن تصل إلى 40 دقيقة. ونحن وجدنا
أن الاستطالة سبع درجات، قلت 8 لأن 7.9 تساوي 8 درجات، الإضاءة في الهلال يوم الخميس 0.48%. من زعم أنه رأى الهلال فهذا نوع من الكذب، لأن كيف ترى يعني الهلال وهو الإضاءة قليلة فيه 0.48؟ إذا كل الحدود محطة، عمر الهلال لم يتوفر، قوس الرؤية منحط، قوس الموكس منحط، قوس النور الرؤية والموكت كل هذه الأقواس فهي منحطة بهذا الحساب الدقيق الذي يعني لا غبار عليه. وبالتالي فإن فاتح شوال يعني يوم العيد إن شاء الله سيكون يوم السبت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يجعلنا من الذين صاموا رمضان وقاموه حق صاموا حق الصيام وقاموا حق القيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.